سلام أهلا بتونس. التألق والإشعاع والبراعة والإبداع، يا ودي هاك القوى العظمى يتعاركوا، شكون يعمل معانا شراكة وعلاقات قبل صاحبه؟ آخرها الاتحاد الأوروبي، هم جاو حومة كاملة البارح. روحت جورجيا جبت عائلتها ولد حومتها وجات، وهم اليوم صبحوا مصفين في الجرايد. المغرب كاتبة حزمة شراكة جديدة بين تونس والاتحاد الأوروبي، التمويل والهجرة والشروق قتلك خلال زيارة الوفد الأوروبي إلى تونس، خطوة أولى نحو شراكة أوروبية. وأخيرا في لابخيس، لوروب propose un nouveau programme d'appui à la Tunisie، l'espoir d'un partenariat revivifié. أوروبا تقترح برنامج جديد لدعم تونس، إحياء أمل الشراكة. ولا لا عاد مش أخيرا، ما زالت لقطة أخيرة ما يلزمش تفوتك. هاي Lors d'une audience avec la présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le premier ministre néerlandais Marc Rutte, Kaïs Saïd affirme revoir les recettes du FMI et on en parlera par la suite. Voilà. قال لك رئيسك لازم صندوق النقد يراجع الوصفة نتاعو، مبعتها ونحكيو. لغة الإملاءات هذيا تنساوها، فما برشا ناس ما تفهمهاش اللغة هذه، راهو ما استنسوش بها. أنا مثلا قبل ما نعمل مراجعات ونصلح خطي التحريري ما كنتش فاهم، كنت أقول لأصحابي هذه حكاية نحب قرض من صندوق النقد أما ما نحبش إملاءات، بالضبط كيما نحب نربي كلب أما ما نحبوش يلحسني. أما من بعد فهمت اللي أنا كنت ضحية المقاربات القديمة اللي تجاوزها الزمن، وضحية عقلية التبعية للخارج. سي نورمال ما نفهمش الخطاب الجديد، هذايا خطاب السيادة يا كبدي. اشهد أيها التاريخ، تونس هي اللي ابتكرت منوال تنموي بديل يضمن التوزيع العادل للثروة. أي نعم، قالها وزير الشؤون الاجتماعية في جنيف. تونس عملت اللي عجزوا عنه لينين وماركس وماو تزي دونغ وأمارتيا سين وفيديل كاسترو، والإنسانية جمعاء. ورد بالك راهو منوالنا الجديد التونسي ليس فقط يدعم التوزيع العادل للثروة، هذا يضمن التوزيع العادل للثروة. معناها ريتها الثروات اللي عنا الكل هي ذيك الكل باش تولي تتفرق على الناس الكل كيف كيف، كي الغني كي الفقير كي الخدام كي البطال كي الري كي الكوال. تقول لي انت كيفاش؟ للاسف تونس مازال ما نجمش نجاوبك. تو انا بيدي مازلت جديد في مساندة المسار، مازلت تلميذ في رحاب الاستاذ. لازمني نزيد نقرا ونفهم ونقرب الافكار 25 جويلية باش نتعلم. والله عنده افكار تدوخ هكا 25 جويلية. خليها امك صنافة تصنف وتغلف، طز فيها تونس. هاو جايلنا 900 مليون يورو من عند الاتحاد الاوروبي، وحدو ساك يرجعوا له كي نعملوا النمو ان شاء الله. وبرا عاد كي نفرضوا على صندوق النقد باش يعطينا القرض بشروطنا، تو تشوف الرشق اللي مازال باش يهبط علينا. ارفعي راسك يا تونس وشد صحيح في بحثك، فمليارات المليارات قادمة وإن كره المتآمرون.